النهارده نازلين بلونش جديد وقوي في قلب التجمع الخامس جنب براند نيمز اقويا. خلينا نتكلم اكتر عن التفاصيل. معاكم كريم سامي من شركه نيو ستارت وده فيديو جديد. احنا النهارده هنتكلم عن مشروع ايفلين. ايفلين بالفعل هو مملوك لشركه تايمز. الشركه دي مملوكه لاحمد عبد الله بالفعل، حد في شركه مقاولات بقاله اكتر من 30 سنه، فده معناه ان هو هيسلمك البروجكت في ميعاده ويمكن يكون قبل ميعاده كمان. وغير كده كمان هو حجم استثماراته تخطى ال 15 مليار جنيه، فغير كده برضه ان هو مسلم اكتر من بروجكت في زايد، في قلب زايد بالظبط، زي زايد ديونز، زايد ريجنسي كومبلكس. غير ما اكتفاش كده برضه، بس لا، هو دخل بالفعل في منطقه شرق القاهره في التجمع الخامس في قلب الجولدن سكوير، نزل بيه كومباوند اسطر بالفعل جنبك براند نيمز اقوياء زي ميفيدا، كومباوند ميفيدا تبع شركه اعمار، وجيرانك سوديك فيليت. فبرضه مش اي حد يقدر ياخد في اللوكيشن في الجولدن سكوير غير لو فعلا هو براند نيمز، فده يضمن لك قوه الشركه وان انت هتاخد بسعر منافس جنب البراند نيمز دول. خلينا نتكلم عن اللوكيشن بشكل مفصل اكتر. احنا لو جايين من شارع 90 الشمالي بندخل شمال من عند محور محمد نجيب. محور محمد نجيب بالفعل هو واخد من طريق السويس لحد طريق السخنه، فهو بالفعل شارع معروف جدا. بنفضل مكملين لحد ميدان وادي دجله، بنسيب ميدان وادي دجله بنعديه بنخش شارع اسمه صلاح الدين عبد الكريم، بنخش يمين بنفضل مكملين هنلاقي قدامنا جاردن 8. هو بالفعل القطعه اللي بعديه هنلاقيها باركي فيو حسن علام. انا القطعه بالظبط اللي جنب باركي فيو سوف سوما حسن علام، وقدام الناحيه الثانيه ماونتن فيو 1. فانت جنبك تو كومباوندز من اكبر الكومباوندات اللي موجوده في التجمع. البروجكت بتاعنا من تصميم اوكو بلان، هي الاستشاري اللي ماسكه البروجكت بالفعل، وهي برضه ماسكه اللاندسكيب بالنسبه للكومباوند. احنا بنتكلم مساحه الكومباوند 26 فدان، مبني على نسبه 15% فقط و85% خدمات لاندسكيب ووتر فيوتشر، فبالفعل بتسيرف على العميل بشكل كويس جدا. احنا لو هنتكلم عن كاستشاري للكلاب هاوس، هو اللي ماسكها طبعا استشاري هندسي واقف فهمي، هو اللي بالفعل عامل الديزاين للكلاب هاوس الموجود في البروجكت. وبلس على كده كمان احنا بنتكلم في مولتي هاب، ده بيبقى بالفعل كل تجاري بيسيف عليا، تجاري ايدي بيسيف على البروجكت بشكل كامل. خلينا نتكلم عن تفاصيل اكتر بالنسبه للانشاءات. احنا متخطيين لاكتر من 30% نسبه الانشاءات، نقدر ننزل نشوفها على ارض الواقع. تم فتح البيع في المرحله الاولى، بنتكلم ان هو متاح 4 بلوكات، بنتكلم في 8 مباني فقط، فانت قدامك الفرصه ان انت تلحق بالفعل بسعر افتتاحي موجود في الكومباوند. بنتكلم ان هو سعر المتر بيستارت من 50,000 لسعر المتر. احنا بنتكلم ان هو يبقى فيه اكتر من اوبشن نقدر نشوف في البروجكت، بتبدا من ال1 بيدروم 75 متر، وبرضه مش هنلاقي كتير في التجمع حاجه 1 بيدروم، بتبقى حاجه كويسه جدا اوبشن ممكن نتكلم عليه. بيستارت معايا من 1 بيدروم لحد 4 بيدرومز. اوكي، نتكلم ان البيمنت بلان برضه مميزه، احنا بنتكلم في 5% داون بيمنت وتقسيط بيوصل معايا لحد 8 سنين. احنا حاليا بنجمع شيكات اي ايز بتبقى 50,000 ودي مستورده بالكامل في وقت اللونش، فانت قدامك الفرصه انك تمتلك الوحده بتاعتك برضه جنب براند نيمز. ولو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر ما تنسوش تتواصلوا معانا على الارقام اللي ظهرت قدامكم على الشاشه. كان معاكم كريم سامي من شركه نيو ستارت.